زي النهاردة زي النهاردة بالظبط من سنة فاتت الناس كلها كانت بتسأل بعض هنعمل إيه الأهلوية طبعا هنعمل إيه النهاردة وكان ده يوم نهاية أفريقيا ويشاء القدر أنه النهائي ده يجمعنا بالغريم التقليدي طبعا نادي الزمالك المصري فالمباراة كان ليها أهميتين أهمية الأولى أنك تحقق لقب بطولة أفريقيا وإحنا كأهلوية ما تعودناش أنه البطوله تغيب عننا كتير يعني احنا بالنسبه لنا خمس ست سبع سنين ده بالنسبه لنا مشوار طويل ازاي يا جماعه سبع سنين يعدوا واحنا ما ناخدش بطوله افريقيا وخصوصا انك قبلها كنت واصل لاثنين فاينل والاهميه الثانيه انك بتواجه نادي الزمالك في النهائي اتقال عليه نهائي القرن مباراه للتاريخ وممكن ما تحصلش ولا تتكرر غير مره واحده في العمر كله فكانت مباراه مهمه في اللحظه دي زي دلوقتي بالظبط من سنه فاتت كنت داخل النادي الاهلي كنت بحضر وبستعد زي كل الناس عشان اتابع المباراه وكلنا الحقيقه كنا حاطين ايدينا على قلوبنا لان انتوا زي ما انتوا عارفين ماتش اهلي وزمالك دايما ملوش مقاييس لكن تبقى الدقيقه 85 والثانيه 45 فاصله وواحده لو سالت اهلي يقول لك واحده من اسعد واجمل لحظات حياتي بنفتكرها مع حضراتكم النهارده وبنفتكرها مع واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن اشرف ممدوح مساء الخير كابتن اشرف الخير احمد وسعيد دايما بوجودي معاك وامام شاشه اعظم نادي في الكون النادي الاهلي طب. ده النهارده يعني مصدرين كبار للسعاده صحيح. انتخابات ومشهد اكتر من رائع امبارح شفناه وتابعناه وفوز قائمه كابتن محمود الخطيب و القضيه ممكن, ممكن الذكرى الاولى <applause> بالظبط بالتمام والكمال زي النهارده من سنه فاتت قولي اتفرجت على الماتش ده فين وظروفه كانت ايه في الحقيقه انا دايما بحب اتفرج مع اصدقاء يعني أوه. ومباراه اهلاويه يعني وزملكاويه ولا اهلاويه بس لا في مباراه في المباراه دي تحديدا كان كان معظم الموجودين أهل أهلوية اه أوه. والحقيقه يعني زي ما تفضلت قلت احمد يعني مباراه للذكرى للتاريخ لانها زي ما قلت سعادة مزدوجة يعني آه. بطولة افريقيا وامام المنافس التقليدي الزمالك وغالبا بنسبة 100% اعتقد يعني صعب انها آه. تتكرر تاني صعوبة انها تتكرر تاني وبالتالي كانت الفرحة يعني فرحتين والحمد لله طبعا يعني انجاز كبير جدا جدا للنادي الاهلي وعايز اقول لك انها في مباريات كده بتفضل ذكرى مدى الحياه يعني م. جمهور النادي الاهلي اعتقد الصغيرين والكبار وهتفضل فاكره هذه المباراه لانها فعلا مباراه لتاريخ صحيح يعني صحيح وللاسف مش عايز اقول للاسف يعني هو جزء من اعباء النجاح م. طبعا ان انك انت تحافظ عليه يعني بتهالي انه النهارده الناس لو ما خدتش بطوله افريقيا تقول لك ازاي ما احنا يعني, يعني عارف بقى وبيتعاملوا معاها كانها دوري <applause> فاهم ازاي يعني عادي انك انت تاخد ده بطوله ده افريقيا جمهور النادي وحال الفرق الكبيره طبعا صحيح صحيح يعني. صحيح هتكلم معاك طبعا على الاهلي وخصوصا ان لينا و... عندنا فترة توقف طويلة طبيعي. الفريق قدم الحقيقة مردود كويس جدا من بداية المسابقة لازم عنه يسمع رأيك طبيعي. بس الأول عايز أتكلم معاك على المشهد امبارح ازاي شفته ازاي تابعته وايه اللي اشرف ممدوح شايفه يتبني عليه طبعا مع فوز او تجديد طبعا الثقه في واحد من من اساطير النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب لتولي رئاسه النادي لاربع سنوات جايه خليني في البدايه اشكرك واشكر القناه على المتابعه الرائعه الحقيقه يعني كل الناس الحقيقه بتشيد منبهره امبارح بالتغطيه الرائعه جدا جدا للانتخابات كانها موجوده في النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كانه موجود داخل النادي وبالتالي الحمد لله التطور الرائع جدا جدا في القناه الحقيقه يعني ادى او اعطى للجمهور النادي الاهلي في كل العالم مصداقية كبيرة جدا جدا وخلاص كأنه متواجد داخل النادي حاولنا ننقل الصورة بقدر صحيح. الإمكان لحظة بلحظة من البداية للنهاية ده صحيح ونتمنى جداً. يعني إن أنا وأنا وزملائي كلهم نكون وفقنا في ده بالفعل يعني إيه, ايه يعني اليوم مبروك طبعا لل... للكابتن محمود خطيب لمجلس إدارة النادي الأهلي و... وعايز أقول إن ده ده الحال الطبيعي لأسباب دايما دايما النجاح بيكون لي أسباب وبيكون لي مبررات وبيكون لي عوامل كتيرة جدا جدا عشان تفضل مستمر بهذا الحب يعني امبارح انا مسميه يوم في حب النادي الاهلي لانه الحقيقه التواجد هذا الكم الكبير جدا جدا من اعضاء الجمعيه العموميه بهذا القدر من الحب يا احمد لانه مهم جدا جدا الحقيقه انك تروح مش بس عشان تنتخب انت عارف خلاص النتيجه أيوه. مسبقا يعني اعتقد بنسبه 100% كنا كلنا متاكدين انه خلاص مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل يعني كان في يعني 1% مثلا او 2% في منافسه شويه على أوه. بعض على كرسي او اتنين من الاعضاء المجلس ولكن مجلس كابتن محمود الخطيب وده بناء على ارض الواقع انت حققت انجازات كبيره جدا جدا واعتقد ان كابتن محمود خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في الاربع سنوات اللي فاتوا ما تحقق اكثر مما تصوره الجميع واكثر مما كمان صحيح. اعتقد مجلس اداره وعد به الجمعيه العموميه وجمهور النادي الاهلي. هو الفارق بين المره الاولى والمره الثانيه هو انه قد يكون نجاح الكابتن محمود الخطيب في الدوره الاولى في مواجهه طبعا مهندس محمود طاهر ورجل مشهود ليه بالكفاءه طبعا صحيح. صحيح. لكن قد يكون نجاح كابتن الخطيب في التوقيت ده كان معتمد على حب الناس ليه وعلى شعبيته وجماهيريته صحيح وانه مصدر ثقه. م. لكن انا بتهالي ان الفوز امبارح ملوش تماما علاقه بفكره الحب والشعبيه والجمهرية بقد ما هو كان زي ما بيقولوا شرعيه الانجاز الناس شافت اربع سنين حصل فيهم طفره ونقله كبيره جدا على كل المستويات في النادي الاهلي فدي كانت الناس كانت حاسه انه يجب انه المجلس ياخذ فرصته للاستمرار في نفس المشوار يعني. طبعاً. بتفق معاك مليون في الميه لانه مش بس حب جمهور النادي الاهلي وجمعية العموميه للنادي الاهلي لكابتن محمود خطيب ومجلس ادارته ولكن ما تحقق على كل الاصعده سواء الاداريه، الفنيه، الرياضيه، الانشائيه في كل الأصعده الحقيقه نجاح كامل نجاح منبهر يعني مبهر الحقيقه لكل الجمعيه العموميه وإرضاءً لكل جماهير النادي الأهلي مم. يعني أنا مش عايز أكرر مقيل إمبارح وما في الأسبوع اللي فات من إنجازات مجلس إداره النادي الأهلي في الأربع سنوات اللي فاتت ولكن يعني هحط سبوت على بعض النقط اللي أنا شايفها الحقيقه يعني ده مشهد الحقيقه رائع جدا جدا يعني طبع. انا عايز اقول لك ان الواحد دايما بيبقى مبسوط وسعيد انه مش بس انت بتنتخب رئيس لمجلس اداره النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي ولكن هذا الحب من الجمعيه العموميه لكابتن محمود خطيب ولكامل مجلس اداره النادي الاهلي بيدل قد ايه الناس بتشعر انه ما تحقق في الاربع سنوات اللي فاتت مش بس شعبيه كابتن محمود خطيب فعلا زي ما أيوة لا أيوة ولكن ما تحقق على ارض إنجاز الواقع انجازات كبيره جدا طبعا. جدا وانجازات ان شاء الله كمان انت بتكمل المسيره في الاربع سنوات اللي جايه انت عندك يعني ان شاء الله فرع النادي الاهلي الجديد في التجمع في إن شاء شهر او اثنين ان شاء الله يكون جاهز للافتتاح لل... لل... بتتكلم في شركات النادي الاهلي الثلاثه اللي قام مجلس الاداره بانشائها في الفتره أي. اللي جايه وهتحقق ان شاء الله انجازات انجازات كبيره جدا جدا على المستوى الانشائي ومستوى فرق كمان السياحه او يعني حاجات كثيره جدا هيقدر النادي الاهلي يستفيد من خلالها عايز اقول لك انه مجلس اداره النادي الاهلي بالفعل في الفترات اللي فاتت اشتغل بجهد وجد شديد جدا 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 على لارضاء الجمعيه العموميه وكمان لارضاء جمهور النادي الاهلي على المستوى الرياضي انت بتتكلم في كل الفرق الرياضيه دي حاجه سويق. من الحاجات اللي لاحظتها جدا يا كابتن اشرف م. يعني عايز اقول لك النهارده الناس طول ما انا ماشي الناس بتا... الناس العاديه اللي في الشارع مبروك لكابتن خطيب مبروك للناس يعني حتى الناس ال... مش مش جماعه عموميه ومش اصحاب قرار بس جمهور الناس الجمهور فرحان لانه حاسس انه لا احنا يعني نجحنا نشتغل من قلبها اه وده وده نجحنا نجحنا, آه. نجحنا يعني ممكن الناس دي ما تبقاش حاسه بالطفره الاداريه ومش حاسه بالطفره الانشائيه يعني جمهور الاهلي دايما مش بنتكلم صحيح فهد فهد يعني جمهور الاهلي بيتكلم في كوره وانجازات اه جمهور النادي الاهلي اه شايف الجمعية. اسم الاهلي بيكبر وشايف فرق الاهلي بتتفوق وشايف مم. بطولات الاهلي بتزيد فيمكن ما يكونش حاسس بالحاجات اللي يحس اللي بيها عضو آه جمعيه عموميه, عمومية لكن حاسس انه الاسم مع يعني تحت اداره كابتن محمود الخطيب في الاربع سنين اللي فاتت كبر وعلي ولمع بشكل كبير جدا عشان كده الناس يعني النهارده سعيده جدا بفوز كابتن محمود خطيب واتمنى ان شاء الله ان الناس تفضل في ظهر كابتن محمود خطيب وعايز اقول لك ان الفترات اللي فاتت لانه انت دايما بتتكلم في في بعض الاوقات عن السلبيات اللي كانت موجوده يعني في بعض الاوقات شفنا بعض الاتهامات لمجلس الاداره وشفنا بعض الاتهامات لشخص كابتن محمود الخطيب وبعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والاستاذ العمري فاروق كل هذه القضايا وكل هذه الاتهامات كلها الحمد لله قبل الانتخابات اللي اقيمت امبارح أيه. وقبل نجاح مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل كلها انتفت وانتهت بحكم قضائي وده يدل على ان مجلس اداره النادي الاهلي الحمد لله ماشي بخطى ثابته جدا بشكل رائع جدا جدا على ارض الواقع اتمنى ان شاء الله الدعم الكامل لكل مجلس اداره النادي الاهلي الفترات اللي جايه لانه هذا المجلس الحقيقه بيشتغل باخلاص وجهد وحب شديد جدا 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 للنادي الاهلي بنشوف كابتن خطيف في اشد المحن وفي وفي في اصعب اللحظات موجود بشكل شخصي رغم انه في بعض الاوقات بيكون مرهق جدا وتعبان جدا او مريض بشكل او باخر وبيكون موجود دايما للاطمئنان على كل ما يخص النادي الاهلي صحيح. سواء في النواحي الرياضيه او النواحي الانشائيه والافتتاحات و و أيوة. فاتمنى ان شاء الله الدعم الكامل لكابتن محمود خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي الفتره اللي جايه لانهم الحقيقه الناس بتشتغل من القلب الناس بتشتغل بحب شديد جدا جدا للنادي الاهلي واخلاص للنادي الاهلي واهم ما يميز هذا المجلس او كابتن محمود خطيب انه دايما بيقول احنا بنشتغل لبيتنا دايما بنشتغل من القلب وبحب لبيتنا لانه ده يعني حقه علينا ودي الحقيقه الكلمه اللي دايما كانت محمود خطيب بيقولها يعني صحيح أه، هتنقل معاك عندي ملفين مهمين جدا صح. طبعا الملف الاهم والابرز الاسبوع ده يمكن او الفتره اللي جايه كلها م. هو منتخب مصر اللي هيسافر ان شاء الله بالسلامه النهارده لقطر ان شاء الله أه، عشان يستعد طبعا لثلاث ماتشات عندنا لبنان السودان الجزائر على الترتيب أه، اربع سبت ثلاثة اللي جايين صحيح عايز اقف شويه معاك مع المؤتمر الصحفي اللي عمله كارلوس كيروش النهارده واتكلم فيه على مشاركه المنتخب الوطني في البطوله قريت التصريحات أه شفت التصريحات شي... و... اه شايف آه. كلام الراجل يعني قريت كلام الراجل النهارده في المؤتمر ازاي أه شوف كان في انتقادات كتيره الفتره اللي فاتت زي ما شفنا لمستر موسيماني واحنا هنيجي بعد كده لمستر آه. موسيماني والانتقادات اللي اتعرض ليها الفترات اللي فاتت رغم انه بيحقق الانجازات يعني بيحقق المطلوب وزياده كمان يعني انت بتتكلم م... على كيروش. ولا بتتكلم على يعني... آه. تتكلم على ماشي. في نفس الاتجاه ما هو انت برضه كيروش بيحقق المطلوب الفتره أوه. اللي فاتت رغم انه لسه بيكتشف الكره المصريه اول مره يعني يتولى الاداره الفنيه لمنتخب مصر واعتقد في الشرق الاوسط بشكل عام ما اشتغلش قبل كده وبالتالي انت حد لسه بيكتشف الكره الافريقيه وبيشوف ملامح الكره المصريه لانها مختلفه احنا قلنا دايما ان طبيعه اللعب المصري مختلفه دايما عن كل لاعبي العالم بشكل خاص يعني وبالتالي انت لسه بتكتشف وبتحقق ما هو مطلوب يعني الراجل وصل لنهائيات امم افريقيا ان شاء الله يعني في مباراتين ان شاء الله ذهاب واياب للوصول لكاس العالم ان شاء الله الفتره اللي جايه كاس العرب هو بيشوف اكبر عدد من اللاعبين صحيح انه في بعض الاوقات انت محتاج لاعبين بعينهم يعني أي. يعني اتكلمنا مثلا عن, عن عن محمد شريف وعن أفشف في بعض في في, في استبعاده ليهم في معسكر من المعسكرات وقلنا ان هم من افضل اللاعبين في الجولات اللي فاتت كلها آه على ال في في على مستوى الدوري وعلى مستوى افريقيا مع النادي الاهلي وبالتالي كان استبعادهم الحقيقه كان يعني مثير للغضب يعني ومن بعدها في بعض ودايما يعني اختياراته مثيره لحاله جد بس حتى حتى بعض الاسماء يعني مش, مش يعني بس انا للرجل م. كل الحريه في انه يختار يختار وانه يتحمل مسؤوليه اختياره ده لكن صحيح. انا بتكلم على العقليه يعني مفترض طبعا كارلوس كيروش واحد من اسماء مشان اللي هقول راجل يعني اه راجل اشتغل ريال مدريد اشتغل مانشستر يونايتد مسك بورتغال ووصل مع منتخبات كتيره منها ايران منها جنوب افريقيا كاس عالم فيعني راجل سي في محترم لكن هل تعتقد مثلا انه انت كنت بتقول على مستر موسيماني هل ممكن مستر موسيماني يقول للاعيبته لفريق نادي الاهلي انا هدفي ان انا افوز ببطوله كاس العالم وما و تفرقش عندي بطول كاس عام أندية ومش فارق معايا مثلا دوري او مش فارق معايا دوري ابطال افريقيا يعني هل دي رسالة ممكن يوصلها مدير فني للعيب بيلعب معاه في في منتخب او في نادي مفترض انه على طول رايح ينافس؟ لا طبعا طبيعي انه انه يعني حال الفرق الكبيره زي النادي الاهلي انت بتنافس على كل البطولات وبالتالي يعني منتخب مصر فريق داعسة. كبير برضه يا كابتن وبالتالي لو رحنا لمنتخب مصر انت بتتكلم في انه يعني امم افريقيا انت الاكثر حصولا عليها وكاس العالم يعني من المفترض ان مصر موجوده في كل كاس عالم وبنسعى الفتره اللي جايه ان شاء الله أن يكون منتخب مصر يعني يتخطى شويه هذه المرحله صحيح. ويوصل يعني بعد بطول. الادوار الاولى يعني عندنا جيل ان شاء الله الجيل القادم يعني نامل فيه ان شاء الله يتخطى هذه المرحله وهو, يعني. وهو المنتخب المصري في اسوا احواله يعني حتى لما بتمر علينا فترات بيبقى فيه كبوه بيبقى دايما الجمهور مستني منك انك انت تفوز انك انت تكسب عارف ورايح ان المنتخب مش 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 احسن قماش مجرد يعني بس برضه رايح انت جمهور عارف انه احنا رايحين ننافس احنا مش رايحين نعمل تمثيل مشرف فكان بالنسبه لي فكره انه يقول لو فزنا ببطوله كاس العرب وفزنا ببطوله أم افريقيا وما وصلناش كاس العالم لا والله هنبقى زعلانين يعني يعني مش عارف انا اشك الحين انه ممكن يكون التصريح او خانه التعبير لانه النهارده صحح كل الاوضاع يعني أه النهارده قال مين قال ان انا مش هنافس على بطوله كاس العرب وده تصريح من ضمن تصريحاته النهارده وقال انها فتره تحضيريه لكاس امم افريقيا وفتره تحضيريه لمباراتي كاس العالم وبالتالي الراجل يعني ممكن يكون بس خانه التعبير في, في الوقت ده او التصريح في الوقت ده انا شايف انه واعتقد ان انت يعني معايا في الموضوع ده او انا دايما بقول انه انت لازم لما يكون في عندك قناعات بمدير فني وخلاص اديته المسؤوليه دي سيبه يشتغل آه. دي وجهه نظري مش مختلفين آه. خالص سيبوا يشتغل سيبه يشوف دوره يشوف كام اديله كامل الحريه وفر له كل الامكانيات ابعد عنه كل العراقيل وسيبوا يشتغلوا في النهايه فيه محاسبه سواء نجح او فشل طيب. واعتقد انه انه ده دور مهم جدا جدا للاتحاد المصري اللي همشي معاك برده نحط بس او نجاوب على علامات الاستفهام اللي الناس مش قادره تفهمها انت بتقول انه 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 بطوله بطوله كاس العرب وكاس الامم الافريقيه فرصه للتحضير للمرحله القادمه هو راجل اقر انا بالنسبه لي الاهم الماتشين اللي يعني بتوع تصفيات كاس العالم دول اهم حاجه وهستغل البطولتين ان انا احضر طيب انت بتحضر منتخب مصر عشان الماتشين دول وانت تقريبا مستغني عن نسبه 50% من قوام المنتخب طب بتحضر الناس دي ليه وواخدها على اساس ايه وازاي تبقى موصل لهم الاحساس انه ما فيش الحافز او الدافع او انا ما عنديش الثقه الكامله فيكم انكم تكونوا موجودين معايا في المرحله المهمه دي طب آه خلينا اقول انه آه الناس اللي استبعدها هو هو على قناعات كامله على فكره بكل الناس اللي معاه والراجل النهارده قال انا بمتلك قوام 40 لاعب أه هم دول قوام المنتخب الفتره اللي جايه وما يجد يعني لو استجد او شاف ان في حد يستحق الانضمام خارج هذه القايمه هيبقى أوه. موجود في, في في منتخب مصر وده الباب مفتوح لكل اللاعبين الاجتهاد الفتره اللي جايه. انا شايف انه صحيح الفترات اللي فاتت في تناقض شويه في بعض الاختيارات يعني احيانا يقول انا بجهز الفتره اللي جايه وعايز اجهز جيل قادم لمنتخب مصر عشان لو كاس العالم ابتدينا ندخل حتى لو ابتدى يبقى سنة كل سنتين يبقى عندي جيل يقدر يكمل معايا في الفترات اللي جايه واحيانا نشوفه بيستعين ببعض اللاعبين كبار السن اللي عندهم خبرات كبيره جدا مم. ففي تناقض في بعض الاوقات في تصريحاته ولكن انا شايف انه بيدي له الفرصه والمساحه لان انا شايف آه. الحقيقه انه آه كروش عقلية آه احترافية بشكل كبير جدا جدا آه لسه شوية التصريحات في مصر هنا هو ما يعرفش قد إيه انه كل تصريح وكل كلمة بتخرج من, آه من بقه بيكون ليها آه صدى كبير جدا 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 طب. في مصر وبالتالي اعتقد مع الوقت هيكون عنده شويه هو يعني لسه ما لسه ما هضمش وما فهمش المصريين ولكن آه. انا شايف في كل الحالات انه نسيب الراجل يشتغل لانه عنده فتره طويله جدا جدا الفتره الجايه انا شايف ان كاس العرب بالفعل بطوله مهمه جدا صحيح مش كل الانتخابات هتكون بتلعب بكامل قواها او بكامل السكواد بتاعها ولكن هتكون فتره كويسه جدا جدا انا متوقع البطولة ان شرسه جدا موشف. ولكن على الاقل هتجهز 60 70% من طيب. من لعبتك يعني نيجي لجزئيه الاختيارات الاوت اوف ذا بوكس عايز اسالك تقييمك ليها ايه الاسماء اللي قدمها كارلوس كيروش وكانت مفاجاه لكثير من الناس اللي بتتابع المنتخب تقييمك برده ليها والمستواها ايه بس خلينا نروح لفصل ونرجع بعدين نكمل كلامنا مع حضراتكم في السادسه كنت بتكلم مع كابتن اشرف يمكن قبل الفصل على فكره اختيارات كارلوس كيروس والحقيقه يمكن تكون واحده من الحاجات اللي بتميز الراجل انه مش مرتبط قوي بفكره الالوان ومش مرتبط قوي بالانديه الكبيره والأندية اللي في مقدمه الجدول لا الراجل بيشوف وبيقيم وبيدي فرص وادى فرص لعدد كبير من الاسماء في الظروف الطبيعيه يعني والتقليديه ما كانوش هيقربوا منها ولا هيفكروا اساسا ان هم يحلموا يخشوا سكواد منتخب مصر وقد كان وفي منهم ناس اثبتت نفسها وفي ناس منهم احنا حتى يعني الناس المعنيه بمنتخب مصر وبتتكلم عليه كانت شايفه ان في اسماء تستحق انها تاخد فرصه مع المنتخب وقد كان مع مستر كارلوس كيروش ايه رايك في فكره اوت اوف ذا بوكس اللي بيشتغل عليها الراجل اسماء كانت بعيده حدش كان ممكن يتخيل اساس انها تكون موجوده منتخب خدها وضمها في معسكر اولاني ومعسكر الثاني وفي بانش يعني اوف بلايرز كده محترمين داخلين في بطوله كاس العرب صحيح دي ميزه ال المدرب الاجنبي اللي دايما بنقول انه مش احيانا بيكون صحيح فكره مختلف ولكن كمان بي بيوسع القاعده بشكل كبير بيحاول يتفرج ويشوف كل الناس في كل الانديه لان ممكن يكون نادي بيهبط وعنده لاعب مميز جدا تقدر أي. تستفيد من خلاله في منتخب مصر انا شايف ان القاعده ابتدت تتسع بشكل كبير وشايف ان من اهم المميزات انك بتنزل بمعدل اعمار منتخب مصر الفتره الجايه ولو فاكر احنا في فتره من الفترات اتكلمنا عن المنتخب الاولمبي وقلنا انه في معظم اللاعبين في منتخب اولمبي بيقدروا يتواجدوا مع منتخب مصر الفتره جاية ومحدش يقدر ينكر كمان ان الدوري ابتدى من الاسبوع الاول م. بشكل قوي جدا يعني في فرق ظهرت بشكل واداء مميز جدا وظهرت بعض الاسماء واللاعبين بشكل رائع جدا اعتقد انه في بعض اللاعبين ابتدوا يستفيدوا من من جهدهم وبذل المجهود في المباريات في انضمامهم لمنتخب مصر وحيث اضم صوت لصوتك انه مستحيل كان ممكن تشوفهم في منتخب مصر في الم... هم لو نفسهم لو, لو, لو انت قلت لهم انت هتلعب منتخب بيقول لك انت انت جاي تهزر اه فكنت على بعض الاسماء اللي, أوه. اللي استبعدت يعني في اسماء أنا شايف إنها كانت بتؤدي الفترة اللي فاتت بشكل مميز مع أنديتها بنتكلم عن حسين الشحات بنتكلم عن رمضان صبحي بنتكلم عن طارق حامد أحمد حجازي كان استبعاده بشكل غريب ولكن انضم الحمد لله ففي بعض الأسماء يعني شايف إن استبعادها كان كان يعني يعني شايفه انه بشكل غريب الحقيقه لانه أيه. يعني انت ممكن تستغربوا لان الناس بتادي بشكل جيد مع انديتها أيه. جدا وحتى وحتى حتى برضه في في معلش تسمح لي دي كابتن اشرف في نقطه تقول لك انه الناس دي حتى لو مستواها متراجع شويه يعني مش 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 فورمه يعني, يعني بيمتلكوا الناس دي الناس دي وهتحتاج يعني هتحتاجهم في لما تيجي تلعب الماتش اللي بجد او أيه. المواجهه اللي بجد هتبقى محتاج الناس دي ومحتاجها توصل فوق ومحتاج تحافظ على معنوياتهم ومحتاج تقربهم منك عشان أيه. ياخدوا فكرك ويعرفوا شغلك وطريقتك. دي النقطة السلبية لل... لل... للمدير الفني الأجنبي، لو فاكر كابتن جوهري كان بيشتغل إزاي الله يرحمه كابتن حسن حياته ربنا يديله الصحة والعمر، بيشتغل إزاي؟ ااا فاميلر شوية، يعني أوه. العيلة شوية، أيه. فكرة إنه اللاعبين بيرتبطوا بيه نفسياً بشكل كبير جدا وبالتالي حتى لو لاعب بعيد بيقدر يرجع عشان خاطر نفسه عشان خاطر المدير الفني مصاب بيقدر يتحمل على نفسه عشان خاطر المدير الفني دي مش موجوده عند المدير الاجانب الفني. مش أوه. موجوده ما تاكلش معانا الحكي لا <applause> شايف انه في اسماء انضمت بشكل كويس الفتره اللي فاتت يعني مين يعني لفت نظرك انا شايف ابراهيم ابراهيم عادل لاعب ام بي شايفه استبعد شايف انه كان لازم يبقى موجود لانه خامه جيده جدا و ويعني لسه صغير ومستقبلا ممكن نستفيد منه بشكل كبير يعني هو ضم بعض الاسماء انا شايف انه محمد عبد المنعم لاعب مميز جدا عمر كمال اللي ابتدى يظهر الفترات اللي فاتت الموسم اللي فات محمد عبد المنعم بتاع ابننا اه الناس كلها بتتكلم على عبد المنعم كلام يعني رائع ولكن المستقبل مستقبل يعني فكره الاعراض اللي ابتداها النادي الاهلي من فتره الحقيقه يعني بنجني ثمارها من <applause> من موسمين الحمد لله <applause> ناس كتيره جدا راحت ولعبت وده ده 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 انه لما يخرج من النادي الاهلي عشان اعاره علشان يرجع للنادي الاهلي يقدر يثبت اقدامه شايف اسماء كتيره مش هنتكلم عنها ولكن يعني موجودين في النادي الاهلي النهارده نتيجه ان هم بذلوا مجهود كبير جدا جدا مع فرقهم يعني شايف مروان داوود ده برده مدافع لاعب جيد اسامه فيصل يعني في بعض الاسماء الحيال اللي انضمت لقائمه كاس العرب ممكن يستفيد منها منتخب مصر الفتره الجايه وعايز اقول لك انه دايما بيحاول يدور على شويه بينزل بمعدل الاعمار وبيشوف في اكتر من نادي وبيدور في كل حياة انا شايف انه بيبذل مجهود كبير جدا جدا جاز الفن لمنتخب مصر وانا من وجهه نظري انا شايف ان ماشيين بشكل جيد باستثناء بعض الاسماء اللي زي ما تفضلت قلت في بعض الاوقات الفترات اللي جايه ممكن تحتاجهم نتيجه خبراتهم نتيجه ان هم اخذوا التجارب دي بشكل كبير وممكن نفسيا يبتعدوا وما تقدرش ترجع بيهم مره ثانيه الجدول خدمه برده بيتهيالي ان المباريات هتبتديها تتصاعد بشكل تدريجي يعني انت هتبتدي لبنان من السودان بعد السودان بعد كده الجزائر بطوله كاس العرب يعني احنا بنقول دي تقريبا البطوله العشرة اعتقد لكاس العرب العراق فازت بيها اربع مرات والسعوديه مرتين احنا وتونس والمغرب مره واعتقد ان احنا فزنا بيها مره قبل كده 92 اعتقد انها بطوله مهمه كبيره يعني انا كنت شايف انه إنه اشتراكنا في البطولة دي وتوقف الدوري من فترة الحقيقة كنت بفكر بالشكل ده شايف إنه يعني سلبي شايف إنه ممكن نكمل الدوري بلاش بطولة كاس العرب ولكن الحقيقه لما شفت التجهيزات للمنتخبات اللي هتشارك في البطوله يعني تسع فرق من اسيا والسبعه من افريقيا هنقابل منتخبات كبيره جدا لو وصلنا ان شاء الله ادوار النهائي هنلعب اقوى الفرق الموجوده سواء بقى الجزائر سواء خلي بالك احنا ممكن يعني احنا الجزائر من هذه المجموعه لانه هياخدوا اول بس من كل مجموعه هنواجه الجزائر، هنواجه العراق، هنواجه السعودية، هنواجه الإمارات، في في منتخبات كبيرة جدا وأحيانا لما بتلعب مع مدارس مختلفة أو مدارس أخرى غير المدارس غير المدرسة الأفريقية أحيانا بيكون في استفادات بشكل كبير جدا لأن الكرة الأسيوية الحية فيها سرعات كبيرة جدا وتطورت بشكل رائع جدا وبالتالي هذه البطولة فيها اهتمام كبير جدا واتمنى ان شاء الله ان نخرج منها من اكبر باكبر استفادات من تجهيز اللاعبين الموجودين، وعايز اقول لك انه مجموعه كبيره جدا جدا من اللاعبين او من السكواد الرئيسي لمنتخب مصر موجودين، احنا بنتكلم على 70 80% مثلا او او يمكن اكثر. خليها 60%. ليه؟ يعني مم. اللي استبعد من من منتخب مصر لو اتكلمنا عنهم هتلاقيهم يعني و ما بيشاركش بشكل اساسي أنت عندك بره. انت عندك يعني خط هجومك الاساسي كله مش مشارك في البطوله <applause> عندك المحترفين كلهم باستثناء احمد حجازي. اللي تابع ليه خط هجومك لي يعني مع محمد شريف موجود. يعني مع صلاح مش صلاح موجود و... مرموش مش موجود ماشي. مصطفى محمد مش موجود احمد ياسر ريان طبعا الف سلامه فيعني موجود الباقي كله يعني اه اه على... يعني على مجموعه كبيره جدا ما لا جداً. أنا, مش ب... انا مش انا مش انا مش بقلل ابدا أوه. من بالعكس ده انا انا مبسوط مثلا ان لعيب زي احمد رفعت راح المنتخب الولد كان يستحق الحقيقه من من... من... من فتره جداً طويله جدا جداً. صحيح. جدا وشايف ان المنتخب محتاج ال... العنصر اللي عنده المهاره وعنده الرؤيه والثقه دي يعني من زمان يعني شايف انه كان في ناس بدون ذكر اسماء بتلعب على يعني على اسمها اللي عملته زمان م. ورغم انه الولد وكان معاه محمد ابراهيم في مرحله من المراحل صحيح. كان يستاهل انه يبقى موجود صحيح. في الحته دي في منتخب صحيح. مصر وما حدش بص له. طيب اسيب المنتخب شويه الاول بس قول فرص المنتخب في التتويج ايه بالنسبه لك؟ آه شايفها فرص كبيره جدا لانه في بعض معظم المنتخبات مش هتشارك بالقوام الرئيسي باستثناء ست سبع فرق القوام الرئيسي لل او السكواد الرئيسي للمنتخب ولكن يعني هتواجه منتخبات كبيره جدا زي ما قلت الجزائر والعراق والسعوديه والامارات و في منتخبات كبيره جدا موجوده في في البطوله أيوة. اعتقد ان يعني فرصه مصر ان شاء الله ان شاء الله نحصل على هذه البطوله وتكون تجهيز ومرحله تحضيريه زي ما قال كيروش اتمنى ان شاء الله نخرج باكبر استفاده سايكولوجي <سؤال> يعني. <psychology, psychology> سايكولوجي اللعيب <سؤال> اللي ما كانش متوقع انه يتم استدعاء المنتخب مصر ولقى نفسه مسافر على الطائرة ورايح يشارك في بطوله عربيه وعنده فرصه انه يعني يلعب باسم منتخب مصر اتمنى ان يكون عنده ثبات انفعالي واتمنى ان يكون عنده الثقه في نفسه اللاعب اللي هيبقى متواجد في منتخب مصر الفتره اللي جايه لانه اداؤه هو اللي خلاه ينضم لمنتخب مصر م. وفرصه اعتقد فرصه كبيره جدا شفنا في في بعض الاوقات وفي بعض السنوات لاعبين كتيرة كانوا خارج منتخب مصر وفجأة زي أسماء كتيرة يعني نجي, مثلا واحد من الأسماء المعروفة لكل مصر كان بعيد جدا كابتن حسن شحاتة جابه بقى نجم واحد من نجوم مصر والنادي الأهلي فترة من فترات فالفرصة موجودة بطولة مهمة جدا جدا يقدر يتواجد من خلالها في أمم أفريقيا وفي تصفيات كأس عالم وإن شاء الله نصل لكأس عالم فيعني فرصة إن أعتقد إنها يعني على طبق من ذهب لكل اللاعبين هو الحافز اللي عند الوجوه الجديدة دي ممكن يكون واحد من عوامل القوة للضيف تضيف لقوه المنتخب المصري طبعاً بلا في, في البطوله يعني دي نفسك. طيب أخذت لماتش سموحه مم. وقبل ما ابتدي ادخل في في المباراه واتكلم معاك كمان على اللي جاي بالنسبه للاهلي الواحد السنه دي بجد التوقفات يعني زي ما كنتم كنتوا بتقولوا شويه الدوري يبتدي سخن قوي والمنافسه فيه شكل الدوري البطوله كلها بعضها مختلف صحيح. والناس مستمتعه بيها جدا وللاسف كل ما يبتدي نسخن يحصل توقف بس عشان المنتخب طبعا ما حدش يقدر يقول حاجه خليني اقول لك اختيارات الجمهور لافضل 3 لاعبين في مباراه فضل. سموحه فضل. ولا تحب انت تختار الاول أه يعني هم اعتقد يعني حسين شحات واحد منهم بالتاكيد أه بيرستا و ولو فاكر اعتقد انك فاكر يعني انا قلت لك أيوه. بيرس تاو هيكون واحد من افضل ان لم يكن افضل لاعبين في الموسم ده لانه بيمتلك الامكانيات دي واتفقنا لو انت على ده اعتقد صحيح يعني هو مكشر عن انيابه آه. جدا يعني طيب في حد تالت معاهم حسين وبيرسي حسين وبيرستاو و... شايف انا عايز بس اشكر محمد هاني لانه بمفرسي. محمد هاني من اللاعبين اللي كانوا اساسيين في النادي الاهلي ومنتخب مصر فجاه بقى بعيد عن النادي الاهلي وعن منتخب مصر ودي الحياة بتدي صدمه كبيره جدا جدا للاعب اللي, اللي ما كانش عنده الثبات الانفعالي اللي اتكلمنا عنه وعنده إيرك. الثقه في نفسه وعنده مدير فني وجهاز اداري بيقدر يتعامل مع هذه المواقف ما كانش بقى موجود بهذا الشكل وهذا الاداء في الفتره اللي فاتت هيرجع ويتالق يبقى احسن من الاول ان شاء الله, إن شاء الله. طيب آه آه اتفقت مع الجمهور في اسم واختلفت في الاسمين الثانيين بس خلينا نشوف اختيارات الجمهور الحقيقه باكتساح وبتالق مستمر الحقيقه جه في المركز الاول اكرم توفيق اللاعب بدرجه مقاتل الحقيقه ومباراه بعد مباراه بيثبت نفسه سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر في المركز الثاني علولو اللي بينافس بقوه جدا وواضح انه من بدايه الموسم مركز ربنا يحميه بس من الاصابات لانها الاصابه يمكن اللي عطلت انا فاكر الموسم اللي فات كان عالي برده بدايه انطلاقه مع الدوري كت او مع الموسم ككل كانت قويه جدا والاصابه للاسف عطلته شويه وفي المركز الثالث كانت المنافسة قوية جدا جدا بين بيرسي تاو وبين أليو زانج لكن في النهاية أو في الأمطار الأخيرة يعني زي ما بيقولوا كده بيرسي تاو حسم المنافسة لصالحه وفاز بالمركز الثالث أكرم توفيق علي معلول بيرسي تاو دي اختيارات جماهير النادي الأهلي ونشوف بعد 8 ماتشات من بداية الموسم اثنين في أفريقيا وستة في بطولة الدوري جدول الترتيب بقى عامل إزاي في المركز الأول وهقول لك برده ملاحظه مهمه جدا يا كابتن اشرف في المركز الاول اكرم توفيق برصيد 12 نقطه بعد الثلاث نقط اللي خدهم في مباراه سموحه م. في المركز الثاني حمدي فتحي اللي برده الحقيقه مقدم مستويات اكثر من رائعه مع النادي الاهلي الموسم ده في المركز الثاني بثمان نقاط في المركز الثالث معلول بيرفع رصيده من ثلاث نقاط لخمس نقاط وينفرد بالمركز الثالث بيرسي تاو بنقطه كمان بينفرد بالرابع بالمركز الرابع برصيد أربع نقاط، بيجي بعد كده في المركز الخامس مكرر عندنا كهربا، عمرو السوليه، أليو زينج والثلاثه عندهم ثلاث نقاط في رصيدهم، وبعدهم بيجي محمد مجدي قفشه برصيد نقطتين، الشناوي برصيد نقطه، وعلي لطفي برصيد نقطه. ده جدول الترتيب بعد مرور ثمان ماتشات، الملاحظه اللي أقولها الكابتن أشرف ويمكن اللي هتكون بداية كلامي انه الأربعه اللي في بداية جدول الترتيب مختلفين تماما عن الأربعة اللي نهينا بيهم الموسم الأخير الموسم الأخير نهيناه بأليو زانج في صدارة الترتيب وراه على طول محمد شريف وراهم في المركز الثالث محمد مجدي أفشا وراهم محمد الشناوي في الموسم ده ولحد اللحظه دي مفيش ولا واحد من الاربعه في الصداره في المركز الاول اكرم توفيق في المركز الثاني حمدي فتحي في المركز الثالث علي معلول في المركز الرابع بيرسي تاو وده الحقيقه ان ده طبعا الموسم لسه طويل جدا والماتشات بتاعت الاهلي في مختلف المسابقات داخله في في الارقام بس الحقيقه يمكن كنت لسه بتكلم معاك على سكواد الاهلي السنه دي وحاله الغنى الكبيره جدا في كل الخطوط لا خلينا ندي مستر موسيماني والجهاز الفني والجهاز الاداري حقهم الاول الناس دي يعني تعرضوا لهجمات الفترات اللي فاتت والسنه اللي وما زالوا بشكل عشر. كبير جدا جدا <applause> يعني بشكل كبير يعني قلنا انه في كره القدم انت بتتكلم عن النتائج آه الراجل حقق كل النتائج المطلوبه آه يعني بنتكلم على 9 من 10 بس ونص من عشرة م. في الموسم اللي فات حقق بطولتين افريقيا برونزيه كاس العالم آه كاس سوبر كاس سوبر افريقي كاس آه مصر آه انجازات برونزيت برونزيت عالم. برونزيت عالم. آه. كاس عالم فبتتكلم في آه إنجازات كبيرة جدا جدا في ظل انه جه فترة صعبة جدا في عنق زجاجة يعني بنتكلم انه في ظل هذه الظروف ما كنتش تقدر تقول ان الراجل ده هيحقق ايه هيجيب لنا بطولة ولا اتنين ولا إيه؟ ولا هيفشل حي... ولا ايه فالراجل حقق كل حاجه ومع ذلك انت كنت جمهور كله او جمهور النادي الاهلي العاشق طبعا للكيان دايما محتاج اداء ونتائج ودي ودي طبعا يعني ما فيش مفر منها او لا ما حدش يقدر يلوم جمهور النادي الاهلي على ده لان يعني النادي الاهلي معودنا دايما على ده قلنا لو فاكر في حلقه من ضمن حلقاتنا هنا قلنا ان الراجل محتاج فرصه فرصه دي مساحه من الوقت وتوفير امكانيات وازاله عقبات او عراقيل مظبوط الكلام ده حصل مع, مع في الفتره التوقف الثلاث اسابيع او الشهر اللي ما بين الموسمين وكان في فرصه جيده لمستر موسيماني انه يختار اللاعبين اللي هو محتاجهم اللي هيقدروا ينفذوا فكره ويخدموا مخططاته في الفتره اللي جايه وده الحقيقه شايفينهم بشكل كبير جدا مميزين مع النادي الاهلي وماشيين بشكل جيد بتتكلم على المساحه اللي قدر ياخدها عشان يشتغل عشان يقدر يكون عندي شكل للاداء في المباريات وشفنا ده في الست مباريات اللي فاتوا الحقيقه قدر مستر موسيماني انه يغير من شكل وطريقه واداء النادي الاهلي مع تحقيق انجازات و يعني نتائج ولا افضل من كده مع تحقيق آآ آآ سكور رائع جدا جدا في كل مباراة على فرق كبيره جدا في الدوري، وبالتالي عندك الروتيشن اللي بنتكلم عنه ده نتيجه ان عندك ماتريال، عندك مجموعه كبيره جدا سكواد من اللاعبين مميز جدا جدا، كل اللاعبين بيشتغلوا بجد واجتهاد وزي ما اتكلمنا عن محمد هاني واكرم توفيق ده حل كل اللاعبين الموجودين النهارده انه الجهاز الفني يقدر انه يشتغل على الناحيه الذهنيه والفكريه للاعبين وانه يقربهم بشكل كبير جدا وانه يحمسهم وانه خلاص اللاعب الموجود هو اللي ادائه هو اللي هيبقى اللي هيخليه موجود في في التشكيل الرئيسي فده ده, ده الحقيقه نجاح كبير جدا جدا لمستر موسيماني والجهاز الاداري طبعا مع كابتن عبد الحفيظ مباراه سموحه حسستك كمان انه الكره بقت سهله يعني م. يعني الدنيا ما بقاش بيها فيها اه ساعات بتيجي فرق تحجر تصعب ماتشات عليك لكن انت لعبت اسماعيلي لعبت زمالك لعبت مقاولين لعبت محله في المحله كلها كلها في الظروف الطبيعيه ماتشات صعبه وسموحه بالتاكيد طبعا مباراه صعبه ورغم كده الاداء كان اكتر من رائع عايز عايزك كده يعني تقف مع اهم النقاط او المكاسب من ماتش سموحه وخصوصا ان احنا حققنا العلامه الكابلة قبل توقف الدوري، م. بس الحقيقه مجهز لقطتين للكابتن عصام عبد الفتاح ما كانش عندي وقت ان انا اقولهم في بدايه الحلقه م. حابب حتى حضرتك تشاركني فيهم. فضل. في مباراه الزمالك الاهلي والزمالك م. انا يعني عموما في السادسه ما اعتقدش ان حد ممكن يقول في لحظه من اللحظات ان احنا تناولنا اي لقطات لاي نادي لينا منافس في الدوري غير لقطات النادي الاهلي بس انا هتسمحوا لي هعمل استثناء للقاعده دي وانا لجأت لها دفاعا عن حقوق النادي الاهلي مش اكتر ولا اقل يعني انا هستشهد بوقعتين وقع من مباراه الاهلي والزمالك مباراه القمه اللي انتهت بنتيجه 5 3 وكان في ضربه جزاء اتحسبت لنادي الزمالك على حسب تصريحات كابتن عصام عبد الفتاح وهو بيجاوب على الرد انه هل دي ضربه جزاء او هل في مخالفه تستدعي ان يكون في ركله جزاء جاوب وقال ان طبعا يعني احنا شفنا يعني احنا درسنا اللقطه من كل الجوانب لقينا ان في تقريبا يعني ماسكه بسيطه من حمدي فتحي لتيشرت الجزيري وعلى اساسها اتحسبت ركله الجزاء يا ريت نشوف اللقطه دي ونشوف كمان معاها جنبها لقطه ثانيه في مباراه الزمالك والسرامي. دي اللقطه اللي اتحسبت ضربه جزاء طبعا مفيش اي احتكاك من كل الزوايا ومن مختلف الكاميرات علي معلول ملامس سيف الجزيري باي شكل من الاشكال فهنا ما عنديش غير اللقطه اللي تبدو فيها ايد حمدي فتحي يعني ف... يعني هي دي هي دي هي دي هي اللقطه هي دي بس ثبت كده هي دي اللي اتحسبت على اساسها ركله جزاء كان في اي, طيب اي احتكاك تاني ال 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 التعليقه دي يعني مش قادر اسميها شده بس تعليقه التيشيرت دي اتحسبت على اساسها ركله جزاء زي ما اكد كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام. طبعا هنا بص على بص على علي معلول ما فيش اي احتكاك تم بين علي معلول ما فيش تلامس حتى ويمكن الزاويه بتاعه الكاميرا اللي ورا الجون توضح لحضراتكم الصوره بشكل اوضح انه علي معلول ما لمس جسم سيف الجزير نروح للقطه بقى بتاعه هي دي بقى يعني انا اسف انها جت في الزمالك يعني انا انا كنت بس بتكلم على الواقعة اذا كانت بتاعه النادي الاهلي اتحسبت ضرب الجزاء فبالتاكيد اللقطه اللي احنا شايفينها دي لابد انها كانت تتحسب ضرب جزاء وهنا هرجع اتكلم على النقطه اللي بتطالب بيها جماهير الكوره كلها في مصر اهلي زمالك اتحاد مصري اسماعيلي المعايير توحيد المعايير انا عايز لما اشوف لعبه يعني هو الحكام دول مش بيحكموا من قوانين ولوايح موحده وبياخدوا دورات تدريبيه وبياخدوا ورك شوبس او ورش عمل او معرفش ايه انواع الـ 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 الاعداد الـ والتحضير والتاهيل اللي بيعمله او بتعمله لجنه الحكام واتحاد الكرة ليهم بس كلهم مفترض انه المخالفه عندهم واحده القواعد واللوائح والبنود القوانين واحده جذب من التيشيرت ضرب الجزاء كل المحاولات اللي تحصل او كل المخالفات اللي تحصل من النوع ده في الدوري المصري لابد انها نشوف فيها نفس القرار لكن ازدواجيه المعايير دي بتتعب وبتشد الاعصاب وبتخلي في اثاره للشكوك والريبه تدخل في الموضوع ونرجع تاني نتكلم على هيبه التحكيم المصري ومستوى الحكم المصري ومنظومه التحكيم المصري انا بتكلم اقسم بالله للصالح العام وبتكلم عشان ممكن يكون الكلام ده مش واصل او يعني او او احساس الجماهير مش واصل بالشكل الكافي، لكن لو استمرنا على كده هيكون في مشاكل في التحكيم زي ما كان في السنه اللي فاتت. أم متفق معاك خاصه انه الفار سهل الدنيا جدا يعني انا خلاص بقى عندي اعاده للكره من كل الزوايا امكانيات الدوري هذا الموسم كمان. مميزه جدا يعني اللي انت عندك خلى الناس تشك اكتر يا كابتن اشرف انه حتى الفار حاجة. ما ما يعني ما ما, استدعاش الحكم او او لفت انتباه الحكم انه احتمال يكون فيه ركله جزاء فالكره عدت اساسا يعني مرور الكرام زي ما بيقولوا انا لفت انتباهي من فتره تصريح لكابتن عصام عبد رئيس لجنه حكام انه لسه ما عندناش حكام فار بشكل كبير او ما تمرنوش وخدوا مرحله التدريب بشكل كبير يعني إيه؟ تصريح الحام يعني تصريح غريب شويه لانه يعني ده فار يعني انا مش شايف انه انه في صعوبه حتى لو في آه مفترض ان يكون عندهم تدريب على ده ايه المشكله فين الازمه؟ فادي يعني؟ ما ارد انا اسمح لي ارد بقى <applause> كابتن اشرف يعني <applause> المشاهد اللي قاعد في البيت المشاهد العادي لما بيشوف <applause> العاده من مختلف الزوايا يعني اللعبه في منتهى الوضوح <applause> واللي سهل كمان ووضح الدنيا السنه دي انه النقل التلفزيوني الكواليتي بتاع الصوره اتطورت جداً, جدا فبالتالي ما بقاش فيه ادنى شك من وضوح اللقطه او وضوح الصوره سواء من ناحيه كواليتي الصوره او من ناحيه الزاويه او الزوايا أنا صحيح مش محتاج ابقى حكم فار عشان لان الزوايا مهمه جدا يعني بتجيب لك. اكثر من يعني تقريبا كل الزوايا الملمه بهذا بالحدث ده او الفاول دي او ده او ضربه الجزاء دي فلا الحقيقه في اخطاء كبيره جدا للحكام وانا شايف انه مع الفار المفترض ان يكون زيرو اخطاء يعني خلاص انت ممكن ترجع للفار في كل كره ايه المشكله ايه الازمه ولكن احنا عندنا بقى ال ال الازمه الكبيره اللي بتواجه الدوري في الفتره دي هي التاخير الكبير جدا ما بين الحكم والفار يعني الربط ده بياخد وقت طويل يعني أحياناً بتقعد خمس ست دقايق وأحياناً ثلاثة أربع دقايق ده كتير جداً ما بنشوفوش برا في الدولة الأوروبية أتمنى معالجة الأخطاء دي ومعالجه طبعا الاخطاء اللي بتبقى نتيجه انه الحكم او غرفه الفار ما بتحكمش بشكل جيد على الكرات دي او الاخطاء دي لانه الحقيقه انا شايف انه الدوري في هذا الموسم ماشي بشكل جيد جدا سواء من ناحيه الصوره التلفزيونيه او النقل التلفزيوني او الاهتمام بالكاميرات والملعب والحكام شايف ان في اهتمام كبير جدا جدا من رابطه الدوري المحترفين اتمنى ان شاء الله انها تمشي بشكل جيد واتمنى مكرم اصحاب الفتاح اللي انا دايما حابة اشيد بيه انا أيه. شايف انه دايما بيشتغل ب بقلب والله وإحنا قلنا هنا احنا اتفقنا هو... جدا ب... بتولي مسؤولية أوه. لجنة الحكام مثلا يعني قلنا الرجل في... يعني ضغط كبير جدا الفترة الجاية على تقليل نسبة أخطاء الحكام الفترات اللي جاية مع الفار اعتقد انه لازم يكون في زيرو اخطاء للحكم نتمنى م نتمنى و و و وده في النهايه هيصب في مصاحه طبعًا التحكيم طبعًا طيب. طيب خليني اروح لفتره توقف طويله جدا بسبب مشاركه المنتخب في, في فتره برده وصل فيها الاهلي لاعلى مستويات صحيح. يعني عموما احنا الموسم بيبتدي بناخد راحتنا كده عقبال ما المسابقه تبتدي تسخن عقبال ما الكيرف بتاع الفرقه لا احنا ابتديناها من الاول بصراحه بصراحه صحيح. ازاي تحافظ على المستوى الفرقه وازاي تحافظ على معدلات الاداء دي بعد فتره توقف. طويله يمكن هتوصل ثلاثة اسابيع. خصوصا انك ده عندك ده مباراه مهمه سنة. يعني في في نهايه الشهر ان شاء الله. ده. يعني بالتاكيد مستر موسيماني عنده خطه طويله الاجل شويه في 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 الموسم ده تحديدا لان عندك توقفات كثيره جدا م. انت كمان لسه بعد كاس العرب كاس امم افريقيا كاس امم افريقيا وبالتالي لا في فترات طويله جدا لابد م. من التعامل معها من خلال مباريات بالتاكيد وديه بشكل كبير، اتمنى يكون في اقتراح ان يكون في دوره وديه مثلا للفرق الدوري في الفترات اللي جايه حتى لو مجموعه من فرق الدوري اعتقد ان دي تبقى يعني تجهيز للاعبين في الفترات اللي جايه حفاظا على اللياقه البدنيه ولما كان مقرر انه يبقى في نهائي سوبر افريقيا في اخر الشهر آه. كان مفترض هيبقى في معسكر خارجي ولكن لل... الاهلي طبعا للأهل اه طبعًا. بعد ال... لسه ما فيش قرار في ده يعني آه يعني اتمنى ان يكون الاقتراح ده يعني يتواجد الفتره الجايه لانه خلي بالك المباريات سواء الوديه او الرسميه طبعا الرسميه بشكل كبير بتجهز لاعبين بدنيا وذهنيا ولكن على الاقل المباريات الوديه هتحافظ بشكل كبير على اللياقه البدنيه التدريبات مهما عملت او او وصلت فيها لأعلى الدرجات ما بتبقاش بكفاءه انك تقدر تشتغل بشكل على مباريات وديه للاحتكاك وتجهيز اللاعبين اعتقد مثلا موسماني عنده التخطيط الفتره اللي جايه بهذا الشكل سريعا جدا يهمني برضو اخد رايك في بعض الاسماء م. اللي جماهير النادي الاهلي شايفه او متوسمه فيها خير كبير جدا وشايفه ان امكانياتهم كبيره جدا بس هم لسه يمكن ما وصلوش للمستوى اللي اهلهم ان هم ينافسوا على مكان في التشكيله الاساسيه بيظهروا ممكن على فترات حسام حسن طبعا نتمنى له الشفاء مهاجم يعني محترم جدا كريم جداً. فؤاد آه. من اللعيبه المميزه جدا آه مكسوني عمار حمدي مم. كل دي اسماء تقيلة الحقيقه وجمهور الاهلي يعني شايفهم لعيبه امكانيات عاليه محمد لكن كمان محمد محمود محمد محمد طبعا محمد يعني. طبعا مش عايز ابقى نسيت حد انا قلت على سبيل المثال يعني الناس دي ازاي يعني ايه الكلمه اللي تحب توجهها لهم وازاي يقدروا من وجهه نظر كابتن اشرف ان هم يعني يقاتلوا عشان ياخدوا فرصه مع مستر موسيماني شوف انا شايف دايما انه النادي الاهلي اي حد ينتمي للنادي الاهلي محتاج محتاج فرصه بس محتاج فرصه انه لاثبات الذات لو ما قدرتش تثبت انك على قدر من الكفاءه انك تشتغل في السكواد الرئيسي او تبقى موجود على الاقل في ال14 15 لاعب اللي بيبقى فيهم بيتيشن خلال الموسم آه يبقى انت لا تستحق الفرصه دي اتمنى منهم بس آه لاعبين كبار النادي الاهلي ساعه جاهدا للتعاقد معاهم في الفترات اللي فاتت وبالفعل تم التعاقد معنى كده انه النادي الاهلي ومجلس ادارته والجهاز الفني وجمهور النادي الاهلي على ثقه كامله فيكم. اتمنى بس الشغل بجد الفتره اللي جايه لانه الفتره في فترات كبيره زي ما قلنا احمد جايه فيها توقفات كتير انت محتاج الفرصه عشان تثبت ذاتك انت موجوده معاك الفرصه النهارده الملعب هو الفيصل الوحيد في انك تبقى موجود مع النادي الاهلي الفتره الجايه اتمنى ان شاء الله منهم ليهم التوفيق لان فعلا زي ما قلت الاربع خمس اسماء اللي اتكلمت عنهم مواهب كبيره جدا جدا بس محتاجين الفرصه للتواجد بشكل رئيسي او بشكل اساسي مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه نتمنى ان شاء الله يكونوا جاهزين في اقرب وما شك ان كل واحد يعني او كل عنصر كل اسم موجود في سكواد النادي الاهلي هيكون ليه دور وهيساهم بشكل كبير المهم لما تيجي الفرصه يكون جاهز طبعا. دي 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 اهم حاجه برضو مره تانية لازم اختم حلقه النهارده بان انا ابارك لمجلس اداره كابتن محمود الخطيب وابارك لجماهير النادي الاهلي اربع سنوات قادمه ان شاء الله باذن الله تكلل ب عدد كبير جدا من النجاحات على كل المستويات وزي ما المصريين بيحبوا يقولوا دايما العينه بينه زي ما شفنا <applause> اربع سنين الحقيقه كانوا حافلين بالانجازات على كل المستويات ويهمنا طبعا الجانب الرياضي منها نتمنى ان شاء الله ان مسيره المجلس الجديد ان شاء الله تكلل بنفس النجاح املنا وطموحاتنا كبيره جدا معاكم انتم اللي عودتونا على كده وقادرين ان شاء الله باذن الله تحافظوا على اسم النادي الاهلي دايما في اعلى مكان بشكر حضراتكم على المتابعه بشكر طبعا ضيفنا النهارده كابتن اشرف ممدوح شرفتنا كابتن احمد دايما ناس سعيد دايما بوجودي معاك ودايما سعيد بوجودي امام شاشه النادي الاهلي ومليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي وسعيد جدا جدا بوجود واحد من نجوم النادي الاهلي حسام غالي في في اعضاء مجلس مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي هذا الموسم كابتنو كابتنو طبعا اتمنى ان شاء الله التوفيق لمجلس الاداره وكل دا. الدعم من جمهور النادي الاهلي في كل مكان لمجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله دا. باذن الله بشكر حضراتكم على المتابعه بكره هتقابل في نفس الميعاد السادسه على شاشه الاهلي تحياتي لحضراتكم